استقبل دولة الدكتور سعد الدين العثماني رئيس حكومة المملكة المغربية معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية الشقيقة. خلال الاجتماع نوه دولة الدكتور سعد الدين العثماني بمتانة العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين، مؤكدا حرص المغرب على توسيع مجالات التعاون مع مملكة البحرين وتعزيزها على كافة الأصعدة، ارتكازا إلى ما يجمع بين البلدين الشقيقين من روابط الأخوة وبما يلبي طموحاتهما في الارتقاء بالعلاقات الثنائية لآفاق أرحب على مختلف المستويات. من جانبه أعرب وزير الخارجية عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البحرين والمغرب والتي تزداد قوة ورسوخا بفضل رعاية حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة ملك المملكة المغربية حفظه الله ورعاه، منوها بالمواقف الأخوية للمغرب والمساندة لأمن واستقرار مملكة البحرين والتي تجسد العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والتنسيق المشترك بينهما في شتى المجالات وإزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.